افتتحت هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مكاتب الدعاوى العمالية داخل فرع الهيئة الواقع في منطقة البحير في الرفاع، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة السيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل. ويأتي افتتاح مكاتب الدعاوى العمالية في فرع الهيئة بمنطقة الرفاع تنفيذا لتوجيهات الحكومة الموقرة بتسهيل الإجراءات وزيادة التنسيق بين الأجهزة الحكومية كافة لتسريع البت في القضايا العمالية من خلال تقديم عدد من الخدمات المتعلقة بتنسيق إعداد ملف الدعاوى بالنيابة عن العمال ودعمه بالبيانات المتوفرة في نظام إدارة العمالة الوافدة في الهيئة، ومن ثم القيام بإدخاله في نظام وزارة العدل، الأمر الذي سيعزز من فعالية الإجراءات العدلية ورفع كفاءة الأداء. وجود مثل هذا المكتب بيقرب إمكانية العامل يستطيع أنه هو يرفع الدعوة ليس فقط باللجوء إلى وزارة العدل في الدبلوماسية، ولكن أيضا عند ثلاثة جهات الآن يستطيع اللجوء إليها، كذلك هناك من يساعدونا. وحقيقة هيئة تنظيم سوق العمل أولت اهتمام كبير في هذا الموضوع، قمنا بمسألة الربط الإلكتروني معهم بالتعاون معهم، ولكنهم حقيقة قاموا بتخصيص عدد من الموظفين الذين يقومون بهذا الدور، فلهم جزيل الشكر في ذلك. ونعتقد بأننا جميعا نتكامل في خدمة العدالة وكذلك في خدمة من يريد أن يصل إلى حقه في مملكة البحرين. الهيئة لديها إدارة التظلمات والحماية وتردها في اليوم الواحد أكثر من 300 حالة لمختلف تظلمات العمالة الوافدة في البلد، وبعض هذه الحالات أو جزء كبير من هذه الحالات هي قضايا عمالية نقوم بإحالتها إلى وزارة العدل إدارة الدعوى العمالية. فجاءت الفكرة أن نكون مكاتب أمامية لوزارة العدل لكي نخدم المراجع أثناء وجوده، بأن نقوم بتوفير كافة المعلومات التي يوفرها نظام حماية نظام إدارة العمالة الوافدة بهيئة تنظيم سوق العمل وإرفاقها في ملف الدعوى العمالية وإضافتها إلى نظام وزارة العدل وإعطاء المراجع موعد الجلسة الأولى.